صباح الخير مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتو بخير؟ راه كي صليت الملحف كي بقيت بيه انتما فايقه من الربعه، والتاني فايقه من الربعه كنقول ديك السخانه من النشا الحلاقم. غنمشي دابا ليتملول عند راجل خالتي ونطرق عند واحد هو داير العياده ديالو، كيقول لي ولد القراوي بالنسبه للناس اللي فايت من الاول، الناس اللي هضر غيعرفوا اللي فاكادير غادي يعرفوا اكثر. يدي زوينه كيدك لك البرا بحال رحمه الله السبعه هادي. ايوا المهم قلت انا غادي اولي يوم الجمعه وانا ما تنجلس بلا طعام، ضروري نفور. نتوما زيت الخضره، انا زيت الخضره والبرمه ديالي كلشي، واخا راجل خالتي عنده البرمه كاين واحد البلاصه عاليه. قلت انا بلا ما نجبد ليه الماء انا غدي هادي، حيت غدي الكروسه غنمشي بالكروسه ديال الحمار. عزكم الله انا وياسمين. هادشي اللي كاين. المهم بغيت نقلب لكم، قلت لكم غنمشي بالكروسه انا وياسمين. بلاتي حتى توصل ديك 8 ونص طيب، يبان بعدا الضو مزيان، باقي كاع ما بان الضو مزيان. ها شوفوا شويه يشتو يلا بدا كيبان الضو وصافي. نمشي هذا واخا ما قديت نتشجع نصبر قبل ما نطيح. نمشي ندق البر حيت انا الحلاقم ديالي صعاب، ما كيليق ليهمش الفانيد ولا شي دواء زعما، ولا البرا ضروري من البرا عاد ديك الساعه الفانيد ديال الميكروب. زعما بغيت ندير غير الفانيد بوحدو ما يقاديش ليا، خاصني ضروري البرا. هذا مكان نوريكم نتوما اذا راه والو. يبا درا جاب صالح قسمت على جوج هادي وهادي تاي، جابو من نهار الاربعاء. ديت واحد شويه د السمن اللي جبنا من البلاد حيل، داك غتكون شفتو في واحد الفيديو واخا هو حيل كنقول ديال العام عام ليه وانا بعد عامين، ولكن ما لقيتش. وانا عزيز عليا الكسكسي خصو يكون مروح، والخضاير على قد الحال. ديت شويه الحمص وديت مطيشه، من المطيشه ديتها دابا هادي غدوب غنديرها هنا هي والحمص. نمشي ان شاء الله نديرو كسكسو تما، نحيو مع صله الرحم ونطلع ليه حق ربي اللي درت معاه حشومه. عرفتو راني ما مشيت من العيد. ايوا الحمد لله على كل حال. وفينك يا نانا؟ فينك يا نانا؟ الله يرحمك نانا. شكون هي خالتي؟ نقولوا لها نانا كانت مسكينه بلا تندور الكاميرا. قلت لكم كانت مسكينه تقول لي عزيز عليك الكسكسو ديالي، ديما تقول لي شو صنطيه ديك السما الحمير، شوف راه حاطين دوك المواعن بغينا نحكم سمي تحكم. شوف الروينه عاوتاني خصنا نبداو نخملو ان شاء الله. هاد السيمانه غنبدا كل نهار ندير حاجه انا وياسمين نتعاونو. بلاتو قاعدين المشاهدين والله ما بقيت قديت نوقف. الحمد لله الحمد لله على كل حال. قلت لكم فين انا مسكين الله يرحمها، كانت تقول لي عيط لي تقول لي تجي ديري لي فور لينا، تقول لي نفور تجي فور لينا شي القايمه. تي قاعده تما مقابله غير المشاكل والدراري، تدوزي ما كيما تجي. مسكينه تخاصم عليا ديك الساعه، نقول انا مالها تتخاصم معايا، مالها كديري بحال هكا مسكينه. راه ديك المعزه ديك كثرت المعزه دابا عزيزه عليها وكتبغيني نمشي عندها كتبقى تخاصم معايا. علاش ما كتجيش؟ علاش ما تجيش؟ تي باكا عارقه قاعده ليا تما شحاضيه، ما بقيت تجي بقيت تجي تقعدي عندنا يومين ولا ثلاث ايام ونفور ونخرجوا ونديروا. كانت مسكينه تزعمني واخا مريضه حتى هي، وكنت عندي ديك الساعه نعكز ما نبغيش نخرج وتخرجني مسكينه. يلاه يلاه نمشيو عندها ما نسخاوش نجيو دار خوات قدر الله سبحانه وتعالى. وما قلت لكم الجمعه مباركه ولا مباركه؟ مازال ما بتقد ليا. ايوا الحمد لله على كل حال. واش غنديروا هاد الريح دوز عليا كلها باش جايه بالسلامه. كاين اللي جاب السخانه، كاين اللي جاب الكرش حشاكم، كاين اللي جاب الرضاك. حنا هكاك الدار انا وياسمين نتساقلو، وصالح حتى هو كلشي بداو كيمرضو واحد تبع واحد. خاصني نجيب الشيح نبخرو وداك العواد ديال الكاليبتوس ولا الكاليتوس اللي يقول لي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم المشاهدين قلت لكم انا واخا ما نقدرش
يعني تنكون مريضه مساليه تنوض تنصور معاكم، اش غندير خمت باش نصور لكم دوكا؟ ما كي تيقول لا واش السلبيات هادشي ديال المرض والمشاكل، ما عطى الله ما يتقال، عطى الله ما عطى الله ما يدار. الحمد لله بنادم، شوفوا هذه الدنيا سيروا معاها كيما بغات، هو بنادم ما يستسلمش، يتشجع ويكون قوي ويكون ايمانه بالله قوي، تبع الصلاه ديالو ويتعداش ورا اي حاجه جات راه تفوت باذن الله. هذا غير امتحان كيمتحن الله سبحانه وتعالى، كنشوفنا واش غنحمدوه ونشكره. ابتلاء من عند الله، المرضى راه ابتلاء من عند الله، المشاكل اللي طرات لك داكشي غير ديال الله غير فرجو من عنده، هادشي اللي كاين بنادم عارف يطلب الله ما ينساش. الحمد لله. المهم انتم انا ديت دابا غدايا وغنمشي عند راجل خالتي ان شاء الله، نحيو مع صله الرحم ونشوف مسكين. والله الا ما صافي ما بقيتش، انا مشيت ملي جيت كي قلت لكم من البلاد فاش مشينا لبلاد راجلي من تما حنا مقابلين غير المشاكل المرضى هادي 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 هادي، وما كليناش نسالو تا راسنا. وهاد السواق تا هما وحق ربي ما خلاو ليا مازال، ما عرفت كيفاش نقول لكم، تا النعاس ما كنعش مزيان، كنبقى هامشطونه، بغيت غير سميتو ما عرفت حق الله العظيم ما عرفنا كاع اش بينا. الله يفرجها علينا وصافي، والله الله يفرجها علينا، الله يفرجها يا سيدي ربي من عنده. عرفت كيفاش نقول لكم، بحال غير تعرفين بحال مرفوعة، انا بعدا كنحس براسي بحال مرفوعة، ما عرفت كاع اش كندير، كنقول انا كنجلس مع راسي بعد مرة كنقول اش بينا من صلوات، ما بان لي والو في هاد الدنيا، ما عرفت كلشي معكس، ما فهمتش كلشي معكس، غا الصداع غا المشاكل. حمدنا الله يا ربي تفرجها يا سيدي ربي، الحمد لله على كل حال. بنادم يكون كي كنقول لكم يكون بنادم قوي ويتشجع ما يستسلمش لاي حاجه جات يستسلم ليها، الحمد لله وصافي. المهم انتما ما بانتليش حاجه زوينه، شوف راه واخا مريضه انا، واخا تشوفوني هكا انا غنوض وغنفوج معاكم ونضحك ونخرج، بانتليش حاجه ما نصور غنصور، واخا كنتعذبوا في الطريق خاصني انا نسوق الكروسه نكون منتبه الكروسه، خاصني يسمد التليفون وكنخافوا في الطريق، انتو تعرفوا الله يحفظ التليفون لا يمشي ليا ولا شي حاجه ما تعرفوا، انا كنردوا البال وكنسي ربي هو اللي قادر بكلشي، كنقولوا غادي نصوروا خايفين ولكن ماشي مشكل. فوجئ المشاهدين ديالي كلشي يدوز، كلشي غيدوز باذن الله، هو هذاك ما تكون حتى حاجه خايبه ان شاء الله باذن الله. يا ربي اليوم الجمعه نمشيو في سلام ونجيو في سلام، ياك قلت لكم دابا انا غتشوفوا معايا كلشي، انا غنمشي بان لينا شي حاجه ما نخملو غنخملو، والله يسمح لينا الصابون الا بان ليا شي صابون غنصبنو، وخا اليوم الجمعه غنخلي حتى تدوز تدوز الوقفه كيصليو اللي غنصبنو، واخا غنتعطلو غندي معايا البوله هذيك اللي صورت بها البارح الفيديو كشتوها، غنديها معايا باش الا ظلم علينا بحال شي حاجه ندوبو بها على الطريق، كنخاف يجي شي حاجه تخرج فينا شي في الطوموبيل ولا كاميون فهمتوا، كنطويو بها باش الحديد اللي جاي من ورانا هذا يعني شوفنا هادشي اللي كاين. وخا على قبل سميتو على قبل الجمعه علاش غنقعد حتى الوحده ونص ولا جوج عاد نصبن باذن الله، نشوفوا داكشي اللي قسم الله راه غادي تشوفوه معايا. هذا ما والله ما كرهت نمشي نزور قبرنا عندنا قبر خالتي الله يرحمها، وما عرفت غنشوف الا بقى لي الوقت غنمشي نشوفها، غنمشي نشوفها سمي غنمشي نزور قبرها ان شاء الله الى سميتو الا بقى لي الوقت، هي بعيده على البلاصه فين 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 كانت ساكنه الله يرحمها، بعيده دابا هي في فين كانت ساكنه دوال العرب يتملون، وفين دفنوها دفنوها في سيدي ميمون، سيدي ميمون اه غنشوف. الله يجعل سيدي ربي يقدرني ويوقف معايا سيدي ربي، وهاد الجمعه وهاد الصباح الله يجعل سيدي ربي يوقف معايا وييسر لي الامور، وهذا هو يعاونني سيدي ربي على هادشي اللي بغيت ندير، حيت شحال ما بقيت مشيت زرت عرفتو شحال، راه واقيلا من رمضان لا والله ما عقلت، والله ما عقلت انت مثل زرتها مسكينه ودي فراسكم. المشاهدين ملي كنمشي واخا كيقول لك راه العيالات وقيله حرام يزوروا القبور ولا ما عرفت داكشي اللي كنسمعوا حنا،
وهذا الا مشيت عرفتو، واخا يعني كضيق ليا نفسي تما، كيطيح لي داك الضيم، وكنبقى نتفكر وفاش كنجلس هكا عند رجليها الله يرحمها فين مدفونه، وكنتقابل مع الراس ديالها وكنحس بحال كتهضر معايا. ومني كنمشي كيتسرح ليا نسال، كنبقى نعاود ليها هاني جيت انا هنا وهادي وشتي اش طرا ليا وشتي اش درت وها ما طرا وهادي، الا كانت شي حاجه بيا ديك الساعه كنت كنعاود انا بحال قاعده معايا، ولا كان شي مشكل عندي ولا شي كنبقى نبكي كنبقى نعاود الله يسمح لي ما خاصني كاع ندير هكاك، ولكن راه الله ربي اللي عالم بقلبي، ما ماشي الخاطر ديك الساعه ملي كنمشي ما كتعرف داكشي من كيخرج، والله الا ملي كنمشي ما كنعرفش داكشي كيفاش حتى كيخرج، كنزير راسي نقول ما نبكيش من هذا ولكن والو. وبعض المرات كتكون شويه راشقه لي شويه كنقول لها نانا هذه ما تهزيه من حنا راه بخير وحنا راه هكا وحنا راه هكا. سمحوا لي المشاهدين عقب شي كيجي غير هكاك من عبد الله، والله الا كنصبر راسي حتى هنايا ما تنبش نبكي، عرفتي فاش ديك الساعه يلاه ماتت راه 4 شهور انا مصدومه، 4 شهور انا مصدومه كنبكي نبكي الصباح هذا يوم الجمعه كنحس بحال البنت نمشي نعاود ليها على ضاقت ليا نفسي، حاسه بالداخل ديالي مغيرة ما عرفتها علاش، بحال البنت نمشي نعاود ليها استغفر الله العظيم، كاين حلم تحطي راس تمك اللي بغيتي تعاودي ليها وتحطي على راسك وتشكي عليها وتفاجئي يمك راه بعيدة عليك. والحمد لله على كل حال، والله الا محتاجه محتاجه نمشي نعاود ليها، والله محتاجه نمشي نعاود ليها مسكينه، واخا ما خاصني ندير هكا الله يسمع ليا، ورا المشاهدين غتعذروني وغتفهموني غتحسوا بيا وغتفهموني وغتعذروني، والله المهم كاين بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج فاش غنقول لكم شي حاجه خاصه داري ومشاكلي شي حاجه ما خصها دير ما خصهاش نقولها في اليوتيوب، وكنشدوها في قلبنا وداكشي علاش كنقول من نعاودو والله شحال حاجه زعما مش كنخبيها عليكم يعني ما خصهاش تكال، يقدر تقدر تدوزو عندي الخاص دوزو عندي الواتساب ديالي نقدر نعاود لكم نعاود فش عليكم قلبي نعاود لكم داكشي ما نخبيش عليكم، ولكن انا في اليوتيوب ما خصوش نقولو ما خصنيش ندير هكاك راه واخا هكاك راه عارفه شنو كندير ما نقدرش فهمتوا يعني ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه يعني كنعاودو لكم بحال هكا هادشي اللي كندير زعما في الدار هادشي اللي هادي لمرض شي حد لا هذا، ولكن دوك المشاكل اللي خاصين ما كنعاودوهمش خاصين بالعائله بزاف تاني ما خصهمش يتعاودو عاود تاني حشومه، هذاك الشيء علاش المشاهدين ماشي زعما ما كان باش نعاود لكم، لكن ما قلت لكم تعيط ليا وحده بوحده تشد النمرة ديالي وتعيط ليا والله تنعاود ليها كل شيء والله تنفرغ على قلبي، اكثر من الناس اللي متبعيني راه عارفيني الناس اللي في هنا في اكادير حدايا كنت تلي بعادين عليا اللي عندهم الواتساب ديالي كلشي عارفين قصتي وعارفين مشاكلي وعارفين حياتي، ايوا الحمد لله بنادم ماشي يدي معاه في الدنيا راه والو فهمتين والو غا في عنا وعملنا الحمد لله ربي سمحوا لي والله الا الصباح هذا ما خصني كاع ما بدي نبكي، المهم بقاو معايا مشاهدي ديالي عرفتونا طيب عليكم نفخاشتو الحمد لله اللي درت على غادي نشاركها معاكم، جيت عند ولد الكراوي غندخل بعدا تنسول شحال دايره البرا الا كانت كثر منه هذيك 600 ولا ما عندي 600 اللي قلت بندي منها داك السميده وندي منها الدجاج ولا هذا غنمشي تنشوف راجل خالتي اللي عنده شي دجاج في الثلاجه ولا شي لحم نجيب غير السميده باش نخلي باش ندق البرا، ايوا ان شاء الله الله يقدرنا ان شاء الله الله يقدرني ولا جا سيدي ربي يوقف معايا ويعاونني هادشي اللي غادي نقول، هادي هي الدنيا وبقاو معايا المشاهدين ديالي وسمحوا لي وتبعوا لي هذا وتفرجوا لي في الفيديو حتى الاخر الله يرحم ليكم الوالدين، كنقولها ونعاودها راه ما جمعت لا سبيعات لا والو راه ما عطاش طرا لي شي مشكل في هادشي ديال هادشي ديال دفعنا الادسنس ودفعنا المراجعه وتكون داكشي وقعد تما ما عرفتش شنو طرا
تعاونوا معايا طيح الله تنشوفوا هذا الشيء فين غادي يوصل. غادي نسي ضرب شي حاجه غنشوفوها، ما بغاش لي راه ما بغاش، ما عندي ما ندير غير تفرجوا لي في الفيديو حتى الاخر ما تدوزوش. الله يسهل عليكم، الله يرحم لكم الوالدين اليوم الجمعه، الله يرحم لكم الوالدين واليوم الجمعه تنطلبكم تفرجوا لي في الفيديو حتى الاخر، ولا ما بغيتوش كاع تفرجوا غير خلوه دايز بحال هكا، حطوا التليفون وخلوه دايز. الله يسهل عليكم باش يكملوا دوك الساعه، نشوف ربي اش غادي يدير. هذا الشيء اللي كاين، الله يرحم لكم الوالدين، وبارطاجيو لي مع الناس اللي تعرفوهم وحاش شجعوني. واخا انا ما كندير لكم والو، حتى شي نقول شي محتوى اللي نيت يعني ما عندي من ما نوري، ما لاباس عليا ما والو، انسانه متواضعه فقيره على قد الحال، راه كنشارك معكم حياتنا اليوميه وتمنى يستافد منها بنادم تجربات كيفاش غنقولوا هادشي اللي داز علينا وهادشي اللي كيدوز، وشوفوا الدنيا كيفاش دايره يعني بنادم حتى واحد ما خافي عليه، كلشي راه عارف شنو حال الدنيا. لا اله الا الله، الله يفرجها من عنده. طولت عليكم فيديو، خلوا لي يسمع، نخلي زعما ما نصور لكم شويه ثاني واحد 5 دقائق ولا شنو. يلا يرحم الوالدين، يلا وبقاو معايا حتى نمشي ان شاء الله نصور لكم شنو كاين. الله يسهل عليكم. زعما راه صايي زعما سواقه ماشي شوفوني خاصني على مول الطوموبيل تزاحم معاك بسرعة باقية الحنير. الى الى بيت الحمار يجري كي كديري ليه قبيله كانت كتبور دايما الله تيشوفو فيها وهي تدير العصا كتخلع زعما الحمارة والله شفتو كنخلعو مكان فاش نضربو ولكن هو كيطير. ها شوفي كيدير كيحكر عليا كاع كان كيطير على ربعي يطير بلا دغيا وصلنا. نصرف الدواء بيني مشيت للفرماسي انا لقيت هذا ديال الحلاق ولا شويه نشوف عطيتهم 1200 ردات ليا 170 انا راجل شي حاجه وداكشي اللي جمعته من الاربعه خسرته على الدواء رحمه الله. اللهم لقيتها بعده وما لقيتهاش وتشوف حريص ونشوف على الله ودي الا دار لي شي حاجه الفانيد. قالوا لي لا راه ديري غير الفانيد ديال الميكروب راه غادي يتنفسوا ونشوف الا ما تنفسوش من العشيه نطرق نشوف فين تسلف عاوتاني فلوس البرا ونمشي لدكا مش غندير. عزيزي ما كاينش فقيله غندير برمتي لهي وريهم فين غنديرها نديرها لهي وندير الحجر نمشي نشوف واش كاين الكلب تلهي ونقعد نفور بما يجي عرفتش مشى للمارشي ولا كاين لي مضرناش ملي نشوفو واش كاين غنمشي نشوف نشرب ثاني دابا على حيت قبل نمشي نشوف واش كاين ولا دي هذا ربي هي يلا بقاو معاه. يا المشاهد يلا تزيرت شربت هذاك الفانيد والو تزيرت خليت عايز ملي كملت تكمل في الغدا وباقين كنعسل في المويه جبدنا ديك المسطره شفت بيه ليكم يا الله.
قال لي عزيزي جبديها لينا، جبديها تغسلو داكشي دوك المعان، والنهار ما تتنانا وبقى داكشي تما كاين اللي جبدو كيلصق ليا هنا وهذا لا ديالي. وغنصبر كي غندير عد بني الحمار عزكم الله، فاش جايه ما بغاش يزيد ونضرب وتنخاصم وتنضرب وتنخاصم. والو عييت اش ندير، يلا طوطيت بغيت نصلي باقي نكيسل تيكملو في الجامع ونصليو بما يتفاضى ونشوف واش غنقد نمشي نمشي للروضة نزور نانا الله يرحمه. غنقد غنصبر غنصبر يسخانو خبر إذا كان صبر صبر الحمد لله. دابا المشاهدين دركا نسكي لهم النقطة نتغداو ونشدو الطريق لهداك، واخا راني خلوه على الله وصافي خلوه على الله معانا حتى نتغداو ونشدو الطريق نمشيو لحديك المقبرة. ها سلامه وكان بقى فينا شاش صافي الصحه مشات اه الله صافي اري الصندوق اه شنو كيقول لك على هاد الحوايج تدخلهم راه هادو اللي كاينين وياسمين هادو الحوايج اللي كاينين. المشاهدين حنا غاديين دابا ساليين الربع ودي شويه الحبق ودي شويه الحبق لنا بديك انا وزرع ديال اوكي ما يابش ما كرمش هذا هاي شفتو الزرع الزرع الجيران ها هو ربي لنا الناس انا زيد هاد الشيء مسكين هي اللي كتسقي كي كرم نزيد شي هاد الشيء بنديه لعزيزي نلوحو فشي زباله اه حاشاكم هاد الشيء ديالك العماره ديال المخاد حيدناها سسناهم ليه حيدنا ليهم داك الشيء كلشي شوف داك الشيء القديم قلت ليه لوحو وصافي حنا نشدو الطريق ان شاء الله في سلام نمشي نمشي له شدوا الطريق في سلام معنا المشاهدين يلا صافي غير تلاقي هذاك خليه تنعطي لك يا بسم الله شو كيتربوت خوت راه كنت طالعه في درجه عاد طلعت لك الروس ايوا اش ديروا اقزام السبعه قولي لي واش غادية وغتخرج من هنايا انت شي تمشي على الحمار كنقول لها شديني من شوية شد عليك اليسر ها الطونوبيلات كيخرجوا كيخرجوا من اشديني من شوف الجفت
الخيطه ايوا كاين الخضر هذا ما تكذب لا تنجز بحال لا ماشي هو لا ماشي هذا الخضر هذا الخضر واقيلا اللي فيه الحبق حيت مخبي صافي دابا نسير عيطي عيطي نانا ونانا راه يلا شفتها يلا شفتها ها هي كرايه اللي فيها الزلافه شتي عيط لها وهي تكلم ليا باقي شفت لحد السمية تمحات السمية هاي هنا السلام عليكم 2022 سيري انتي دابا لهي دوزي من الناس انتي خصك نمشي عند راسها لا كاينة باش تشوفك هاني هي لالا السلام لاباس عليك خاصني هنا هنا قرعت المخليط علي فاطمة طيرة جيبيها الله يرضي عليك كي دايرة يا نانا شريتي يا شبدرية لاباس عليك بقيتي لاباس عطلت سمحي لي ما بقيت جيت عندك يعني عاد الظروف المشاكل والمرضى الحمد لله على كل حال اي 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 يا بناتي اي 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 ندير لها شي عندك حجيرة وديك هذيك ديال السيمة شي شحال كنا كنزرعو على هذه الحبق يا حيتي من هنا لهنايا نانا ارجع في الله الله الرحمن الرحيم ما خصكش قلتي لي شو اللي نسمع صفر الله الله صل وسلم على سيدنا لا لا اش تخلي فيا دروك غادي يسمع شي حمار غادي يتبعها ياسين هو السيرفيس جراحه هذيك فاطمه يلا سلام عليك انا لنا سلام يلا سلام حنا عزيز ان شاء الله قال لي اليوم كاع ما تمشي راه مشى عليك الحال قال يقرب العيد ونمشي قلت لا انا جيت معاه ولا بغيت نمشي هاد المال السلام عليك الله يرحمك ويسع عليك وخالي وخيتي ما بقاش لي الماء الله يرحمك الله يرحمك احمد رحمك الله يرحمك الله يرحمك Thank you.